قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. انطلقوا أنتم إلى الملعب وسألحق بكم. سأذهب أولاً لأشتري حذاءً رياضياً جديداً، لقد ادخرت من مصروفي ما يكفي لشرائه وسأفاجئكم جميعاً. سأذهب الآن يا أمي، فأصدقائي ينتظرونني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا؟ ماذا؟ ما بك يا نورة؟ ما الأمر؟ لماذا تبكين؟ أنا في مشكلة كبيرة ولا أعرف كيف أتصرف. ما الأمر؟ ماذا حدث؟ استعرت دمية من صديقتي حنان لألعب بها. وما المشكلة؟ هذه هي المشكلة؟ يا إلهي، لقد سقطت مني وأنا ألهو بها وتحطمت، وحنان في الطريق الآن إلى هنا لتلعب معي وتسترد دميتها، ولا أعرف كيف سأتصرف. أنا أعرف ما الذي يمكن فعله. ماذا تقصد يا فواز؟ لا تقلقي يا شقيقتي، كل شيء سيصبح على ما يرام. ما الأمر يا نورة؟ أنت صامتة منذ أن جئت، هل أنت غاضبة مني؟ كلا، الحقيقة أنني أخشى أن تغضبي أنت مني. ولما أغضب منك؟ لأنني حطمت دميتك دون قصد. وها هو العصير الذي تحبانه. كنت أحب هذه الدمية جداً، ولكنني أحب صديقتي أكثر، وسأسامحك. حقاً؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نورة، أريدك في أمر هام، تفضلي. يا إلهي، إنها نفس الدمية. ما الأمر؟ حطمت دمية حنان دون قصد، وقد اشترى لي فواز دمية تشبهها. هل أنفقت المال الذي ادخرته لشراء حذاء رياضي جديد؟ نعم يا أمي، ما الأهم، حذاء جديد أم سعادة أختي وإنقاذ صداقتها بحنان؟ بارك الله فيك يا فواز، تضحي بسعادتك من أجل شقيقتك. شكراً يا أخي، وأعدك أن عيديني فقط أن تخبري حنان بما حدث، وتعتذري لها، وأن تحافظي على الدمية وعلى صداقتك بحنان. لقد أخبرتها وسامحتني، والآن ستكون سعيدة أكثر. Oh, 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 oh,